البطولة العربية، شايف تقييمك للفرق اللي كانت موجودة في البطولة العربية ازاي؟ Yes, first of all, I want to thank أولا أريد أن أشكر بالنسبة للبطولة العربية، أريد أن أشكر المنظمون من كل الجهات من الاتحاد. وكانت بطولة تم تنظيمها بطريقة سليمة وصحيحة للغاية، وكانت جيدة، وهذا لم يكن سهل في إطار جائحة كورونا، فأن يأتي 18 فريق من دول مختلفة ويتم تنظيم الإقامات والمباريات. أريد أن أشكر الجميع، جميع القائمين على التنظيم. فيما يتعلق بمستوى البطولة، أعتقد أنها كانت جيدة للغاية. حتى في المجموعة الأولى كانت لدينا مباريات كنا نعتقد أنها كانت سهلة، ولكنها كانت تحدي كبير بالنسبة لنا، وكانت من الصعب الفوز بها. وأعتقد أن البطولة كانت مستواها جيد للغاية. أصعب مباراة بالنسبة لك الخبراء الحقيقة، ولما قريت كل الناس اللي اتكلمت عن البطولة العربية اتكلموا على أن المباراة النهائية أن حضرتك قدرتها بشكل رائع جدا من الناحية الفنية. هل هي كانت المباراة الأصعب، المباراة النهائية، ولا كانت في مباريات تانية أصعب؟ لا أعتقد كل مباراة كانت صعبة، لأنه إما أن نفوز وإما أن نذهب ونغادر البطولة. منذ نصف النهائي وأيضا النهائي كل المباريات كانت صعبة للغاية، ولكن عندما تصل إلى النهاية ربما يكون هناك ضغط زائد فيما يتعلق بالفوز ورفع الكأس، ولكن أعتقد كل هذا أثر. ربما كنا متأثرين في النصف الأول من المباراة، لم نكن على القدر أو نكن بالصورة التي نريدها، ولكن في النهاية استطعنا أن نحرز البطولة. أنا بالنسبة لي ماتش بيروت، لأن كنا قاعدين بنتفرج عليه، يعني كنا قاعدين على أعصابنا، كل القناة هنا كانت قاعدة على أعصابها، فكان ماتش صعب جدا. لما ربنا كرمنا وكسبنا الماتش ده، كلنا الحقيقة حسينا إن احنا البطولة دي جاية لنا، يعني خصوصا أنت هتلاقي كسبت الاتحاد السكندري، واحد من أعظم وأهم الفرق اللي موجودة في مصر، وبعد كده فريق الكويتي في النهاية. لا، الثلاث مباريات كانوا صعبين جدا يعني. نعم، أعتقد أن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي كانت لها متطلبات كثيرة، وكانت هناك تحديات كثيرة، ولكنها أظهرت في النهاية شخصية الفريق، وكان الفريق صلب للغاية من ناحية الدفاع، وكان يعرف كيف يلعب حتى الدقائق الأخيرة في المباريات المغلقة، وكان لدينا تقدم، ولكن في النهاية كنا نقترب من التعادل، ولكن اللاعبين استطاعوا أن يتعاملوا مع الضغط بصورة جيدة جدا، واستطاعوا أن يحرزوا هذه البطولة. سمعنا من الأخبار أن تومسون جاي له عرض أعتقد في إيطاليا أو حاجة كده، وحضرتك ما وافقتش على هذا العرض أن هو يمشي، هل ممكن ده يحصل ولا لأ؟ No, it was لا، هذه إشاعات. هذه الإشاعات جاءت في وقت سيء للغاية قبل الربع النهائي، ولكن يمكن أن أقول أن كانت هناك حوارات وكلام مع مايكل، وقال لا، أنا أركز هنا وأنا أريد أن أفوز بهذه البطولة. وبعد ذلك بيوم أحرز الهدف النهائي الذي فزنا فيه على فريق بيروت، وهذا يظهر أنه مدى التزامه باللعب مع الأهلي وأيضا الفوز، وأن يقوم بأفضل ما يمكن أن يفعله، وقد لعب جيدا. هو بلاي ميكر هايل الحقيقة، صح؟ أنا بقول صح، بلاي ميكر هايل. هناك نقطة واحدة أحبها فيه، أنه ليس أنانيا، وهو لاعب يفكر في الفريق أولا، يضع الفريق نصب أعينه، وقد أنهى اللاعب ب 21 نقطة، وأيضا استطاع أن يعطي 10 ربما تمريرات، وهذا يظهر أنه لا يلعب فقط من أجله، ولكن يلعب من أجل الفريق. وهذه من القصائص التي
نريدها، لأن هذا الفريق فريق لديه لاعبين موهوبين في مراكز مختلفة، ونريد شخص ندعمهم بشخص يريد أن يخلق لهم الفرص، وليس فقط شخص يريد يستطيع أن يحرز فقط نقاط ولا يساعد فريق.